أسعد الله أوقاتكم متابعين قناة فلمون، شكرا للمتابعة وعذرا على التأخير. اليوم راح نتكلم في زمن جدا مهم، وهو زمن the future tense، اللي هو زمن المستقبل. زمن المستقبل جدا مهم في تحديد يعني الأشياء التي ممكن أن تحدث، سواء كان تم تخطيطها أو لم يتم تخطيطها. خلينا ناخذ التعريف. Use the future tense for things that have not happen. إذا أشياء لم تحدث حتى الآن yet but are going to happen، ممكن تحدث في المستقبل. Use the verb shall and will as helping verb or auxiliary verb to form the future tense. خلينا نطلع شوي، نروح هنا. شوف قاعدة مهمة لكل زمن في اللغة الإنجليزية. عادة كل زمن له formal. formal شو معناته؟ أدوات تساعد هذا أو تعلمني أن هذا الزمن أو هذا الشيء في الزمن الفلاني. تمام، ممكن تجي تقولي طيب المضارع البسيط ما في زمن. تمام صحيح، ما في فعل، ما في فعل مساعد. إذا الفعل المساعد مهم جدا في تحديد ما هو الزمن الأمامي. تمام، أيضا إذا أردت أنا أتكلم، أنا والله أبغى أتكلم بالماضي، أوكي بجلس أفكر إيش or was. إذا كان الفعل أو الضمير مفرد، إذا كان جمع where. فهذه الأشياء تساعدني لما أفهم الأفعال المساعدة، أنا خلاص أنا ختمت كل شيء. طيب شيء آخر، إذا أردت أن أنفي، طيب أبغى أنفي. النفي سهل جدا باللغة الإنجليزية، هو أن تضع كلمة not بعد الفعل المساعد مباشرة. طيب إذا لم يوجد الفعل المساعد مثل المضارع البسيط، المضارع البسيط يأخذ إيش؟ does عفوا do or does. تمام، متى ياخذ do does؟ راح ناخذه بدرس معين. اذا لكل زمن قاعده مهمه افهمها، كل زمن في اللغه الانجليزيه له فعل مساعد. تمام، قلنا مثلا is في المضارعه، was في الماضي، في الفيوتشر المستقبل ايش ياخذ؟ ياخذ اللي هو shall or will. جميل، إذا هذول الأفعال المساعدة له. تمام، خلينا نفهم، ناخذ بعض الأفكار. هذه الفتاة راح تقول I shall be 8 years old next year. راح أكون عمري 8 سنوات في السنة القادمة. فاستخدمنا shall للتعبير عن شيء راح يحدث مستقبلا. أيضا they will finish the job next week. جميل، إذا they will finish the job next week. إذا استخدمنا will، استخدمنا shall. طيب متى استخدم shall؟ متى استخدم will؟ هنا القواعد، نرجع القواعد وندرسها بالتفاصيل. يقول لك we shall play a game of chess after lunch. أوكي، فيقول we shall play a game of chess after lunch. فيقول يعني من المفترض بعد الغداء نلعب لعبة الشطرنج. فهنا الفكرة انه انت تبغى تستفهم او تتكلم عن شيء لم يحدث yet او ما حدث الى الان. طيب القاعدة grammar help يقول use shall or will and I shall or will with I and we. اذا shall علشان تفهم، shall لا تأخذ الا will و I. جميل، هذا الأداة الفعل المساعد shall يأخذ فقط I we. بالمقابل will تأخذ جميع الأدوات، جميع الضمائر. تمام، first person شوف I shall we shall I will we will. بالمقابل second third تأخذ جميع. هنا برضو اللي اختصارات الاختصار كيف تختصر I shall I'll I will I'll. so نفس النطق، ليش؟ لأن حذفنا شاء وآ sound. نفس الكلام هنا، فهذه هي أدوات الاختصارات كيف تختصر الفعل المساعد مع اللي هو الزمن المضارع، مع زمن اللي هو helping verb الفعل المساعد والضمير، ضمير وفعل مساعد كيف تخلطهم مع بعض يطلعوا لي صوت معين في اللغة الإنجليزية. جميل، تمام. طيب إذا عرفنا أنه shall تأخذ I we،
بالمقابل will تأخذ جميع الضمائر عفوا من جديد يعني نقول use shall or will and with I and we. إذا shall تأخذ فقط I we بالمقابل will تأخذ جميع الضمائر. تمام. هنا للاستزادة كيف تعرف الصوت وكيف تأخذ اللي هي الضمائر، نفس الكلام هنا تقدر ترجع لهم. طيب يقول لك هنا there are other ways of talking about future. هنالك عدة طرق معينة إذا أردت أن تتكلم في المستقبل، منها you can use going to. تمام. going to تأخذ لشيء يمكن أن يخطط فيه، مثال we are going to bake a cake. تمام. طيب شوف القاعدة، إذا أردت أن تستخدم going to أرجع الضمير إلى أصله going to، بعد to تمام يكون الضمير أصلي، لا يمكن أن تضيف له ing، لا يمكن تضيف له ed إلى آخره. أباخذ صورة أنا جدا مهمة علشان تفهمني برضو الاستزادة هذه. شوف future، هنا الفيوتشر هنا المستقبل، مستقبل انقسم لقسمين formal و informal، يعني شيء رسمي formal، شيء رسمي إذا أنك تستخدم تتكلم مع ناس، وفد رسمي شخص رسمي، و informal مع أصدقائك إلى آخره. الفورمال إذا بغيت تستخدم الفيوتشر فورمال تستخدم will future I will meet you I will do this I will eat I will أي شيء. تمام. unformal يا سلام unformal ينقسم لقسمين unplanned يعني لم يتم تخطيطه أو planned تم تخطيطه. جميل. تمام. unplanned تستخدم will ما خططت أنت لأي فكرة. تمام. لكن إذا أردت لكن خطة أو فكرة بالمستقبل تقول أنا أبسوي الشيء الفلاني أنت مخططة. تمام. تستخدم حالتين. تمام. going to رقم واحد present continue يعني المضارع المستمر وأيضا المضارع البسيط. جميل. مضارع بسيط. الحين برجع لك علشان تفهمني أكثر. present continue مثلا تجي تقول طبعا هذه بطريقة غير رسمية يعني الأمريكان يستخدمونها لكن الطريقة الرسمية والأصلية أنه تستخدم will وقضينا وانتهينا. الفيوتشر بس يقبل will لكن بطريقة غير رسمية لا تقبل أنه أكثر من حالة مثل present continues مثل تقول I will eat my dinner أو تقول عفوا I am eating my dinner after an hour. تمام. أنا راح أكل I am eating أنت لا تأكل الآن لا I'm eating my dinner after a couple of hours. تمام. فهنا الفكرة انه تستخدمها present continue لتوضح اشياء لم يتم ما سويتها ولم يتم تخطيطها. هذه زي ما ذكرنا unformal فتلاحظها بالافلام تلاحظها بالمجتمع لكن بالمقابل formal راح تستخدم we. تمام. هذا بس الاستزادة. طيب قلنا going to تستخدم I think مثلا هذه تعبانة شوي تحس نفس انك تعبانة تقول I think I'm going to be sick. تمام. I think I'm going to be do this I think I'm فهمت الفكرة فتستخدم I am going. تمام. are we are going. تمام. فهين الفكرة انك تستخدم going to تمام we ضمير والفعل المساعد ايش الفعل المساعد is او are. تمام. هنا الفكرة is أو are. تمام. يقولك you can also use the simple present tense. تمام. فهنا استخدمنا إيش going to. going to لو أنتم ملاحظين شوف ال going to going to جبنا الضمير وجبنا الفعل المساعد الموجود يعني زي ما نقولون بالمضارعة we are going to بعدين أضفنا الفعل إلى أصله ما زودنا أي شيء. تمام. فدل على هذا الزمن على المستقبل. وش معنى الكلام؟ معناته أنه هذا الكلام يتطابق مع إيش present continue المضارع المستمر. هذا الزمن لو نجي نشوف مضارع مستمر. تمام. فهمت الفكرة معي؟ مضارع مستمر لكن أضفنا going to لأن هذه الأداة تخبرني على أن هذا هو زمن مستقبل.
جميل، فهذه الأداة يجب أن تستخدمها الأفضل، تمام؟ إذا ما أردت أن تستخدمها it's okay يعني، لكن هذه يعتبر زي ما قلنا informal، تمام؟ إذا يجب التخطيط له، إذا كان شيء مخطط له، تمام؟ afternoon، شوف لاحظ هنا التوضيح afternoon، شوف مثلا خلينا نقول مثلا I think I will be sick، تمام؟ هذا دليل انه هذه مثلا الفتاة انه يعني قاعد تكح، فتعتقاده انه مثلا انها راح تكون مريضة، تمام؟ هنا I'm going dark very soon، فsoon هذا دل انه شيء تم تخطيطه. طيب simple present tense، مضارع بسيط، مضارع بسيط مثل نقول the boss leaves، تمام؟ وقفنا الزمن هنا، مضارع بسيط، تمام. لكن لما جينا قلنا in 10 minutes دل على انه future، تمام؟ فهمتوا معي الفكرة؟ هو الأصل، هو أصل الزمن، هذا أصله الزمن الآن مضارع بسيط، تمام؟ لكن استخدمناه هذا الزمن ليعبر عن إيش؟ يعبر شيء بالمستقبل، مستقبل تم تخطيطه. ليش؟ لأنه in 10 minutes. فهمت الفكرة معي؟ فزمن الفيوتشر زمن فليكسبل مرن، بإمكانه يستخدم المضارع التام، بإمكانه يستخدم المضارع المستمر، بإمكانه يستخدم زمن الفيوتشر ما هي وأدواته شي أو وشال أو أور ويل، تمام؟ هذه ثلاث أدوات أبغاكم نرجع هنا بس الإكسرسايز، هنا يقول لك يوز شال أور ويل، أبغى الجميع يحل لي هذه علشان نفهم، وراح أعطي راح أحاول قد ما أقدر أعطي يعني الأسئلة من برا عشان أفهم قدرة الأشخاص. أتمنى من الجميع يقرأ الأسئلة لأن في كثير يخطي، اقرأ أسئلة افهم السؤال علشان تقدر تجاوب. شكرا لكم ولا تنسوا المتابعة.